نورتني. ربنا يخلي حضرتك وبشكرك جدا على المقدمة الرائعة دي يعني، ويا رب أكون أستاهلها. ويعني تستاهل أكتر من كده، أنا بعتبرك من أهم فنانين مصر. ربنا يخليك. وبعتبرك من أصدق فنانين مصر، وبعتبرك نجم كبير، وتقدر تعلم أجيال كتيرة من الفنانين الشباب يعني إيه صدق في الإحساس. وإذا كنت بقول إنك أنت بتقدم كشخصية عظيمة الأعمال الدرامية الصعبة، فده راجع لإنك أنت فنان كبير. ربنا يعزك. نورتني يا طارق، وأنا بهنيك مرة تانية على القاهرة كابل، وبعتبره من أهم الأعمال الدرامية اللي ليها معنى ورسالة ومضمون جيد. والحقيقة هو عمل مش بس أنت متميز فيه، أنت عنصر رائع كبير من نجاحه، ومعاك عناصر فنية رائعة جدا لازم نشكرها. طبعا. من أول المؤلف والمخرج أبطل العمل، فمبروك. طبعا. وكل التحية لك. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك، وبالذات في الحتة دي الأفيش ده أنا من أول ثانية شفته وسمعت عنه الحقيقة أنا قلت إن ده ينفع يتقري من أي حد، عايز يقرأ من الشمال من اليمين، من أول الأستاذ نبيل حلفاوي، الأستاذ خالد الصاوي، أنا، فتحي، حنان، ينفع تقراه من اي حته بجد، لانهم كلهم اساتذه كبار جدا. واستمتعت والله العظيم يا عمرو، مش كلام مرسل، انا كنت رايح هناك بقول لهم انا جاي استمتع، فكنت فعلا في حاله استمتاع، وكان في حاله فرجه في البلاتو. كان لما المشهد بيشتغل بنصور كان كل الناس العاملين اللي موجودين كانوا بيتفرجوا، واحنا كنا بنتفرج على بعض.